برحب بالسيد النقيب الأستاذ سامي عاشور النهاردة اللي نورنا في محافظة قنا. حاجة طبعا بالنسبة لنا حاجة كبيرة قوي 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 للتواصل مع محامين الصعيد النهاردة في قنا بكرة في الأقصر. إن شاء الله بإذن الله كده عاوزين مزيد من التواصل والترابط بين محافظات الصعيد عشان نشيل فكرة اللي هي فكرة إيه النهاردة أنا مش معايا غير بحري. لا ده النهاردة أهو هو حط أسس وحط حاجات انه هو هنا زي ابو تشت زي سوهاج زي القاهره كل المحافظات سواسيه. وبرده عجبتني مقوله حلوه قوي قوي من النقيب اللي هو مش كل اللي بيحمل كارنيه يبقى محامي. انا النهارده المحامي الفعلي اللي شغال. اولا انا برحب بالنقيب وبالساده المحامين المشرفين النهارده معانا في المؤتمر، واحب انوه ان المؤتمر ده ليه اهميه كبيره جدا بالنسبه لنا وبالنسبه لكل اللي شاركوا معانا فيه، لان من خلاله بنتواصل مع المحامين على مستوى مصر مش على مستوى الاقليم اللي احنا فيه بس. وشرفنا وان هو يعني بيقدم دعم لشباب المحامين جدا، منها ملف العلاج وملف التنقيه، ده ادانا مساحه كبيره جدا ان احنا نعرف نتعامل بدل ما كان اي حد ممكن يكون معاه كارنيه المحاماه ومش شغال في المهنه. لا أصبح كلمة محامي ما بتنطبقش غير المحامي اللي شغال فعليا في مهنة المحاماة، فأصبح بالتالي إن احنا لينا قيمة نعرف نتكلم بيها ونعرف نحط لنفسنا رينج معين للستايل ده، لأن المحامي مش أقل من وكيل النيابة ومش أقل من الدكتور في الجامعة، لا ده أنت دارس نفس الدراسة بتاعتهم بتتعلق بنفس القوانين بتاعتهم. طبعا لقاء مهم جدا خاصة في أيام زي دي، فعصر النقابة الذهبي اللي احنا بنعتبره دلوقتي هو العصر الذهبي فعلا من حيث تنقية الجداول، من حيث تعليم مفتوح عدم قيدهم، من حيث جميع المعارك اللي قادتها نقابة المحامين بقيادة الحكيمة قيادة الأستاذ سامي عاشور نقيب المحامين. فطبعا ده حاجة جميلة جدا وده الناتج لزيادة وفرة الموارد من جميع الغير مشتغلين بالنقابة. أولا محافظة قنا النهاردة وكأنه عيد وفرح جديد يأتي إلى محافظة قنا، ونرحب بجميع السادة محامين جمهورية مصر العربية وبالسيد نقيب محامين مصر وبكل الزملاء والزميلات، وده شيء سعيد تمام. ونتمنى في السنوات القادمة إن شاء الله أن يكون هناك مؤتمرات وتواصل مستمر فيما بين المحامين. اولا بنرحب بالسيد النقيب العام المحامين والسادة الضيوف، والمؤتمر ده سيادتك بيعمل طفرة للشباب ان هم يشوفوا النقيب والمحامين وتواصلوا معاهم على مستوى الجمهورية، وان يبقى فيه تواصل بين المحامين